وكان اخراج ساندرا صديقك وائل عبد الله طبعا وساندرا طبعا. اصل هي يعني هي مسؤوليه تانية خالص اصلا صراحه يا استاذ. يعني لما بتبقى انت ممثل في الفيلم ما بتبقاش انت شايل المسؤوليه تماما. يعني انت بتعمل دورك, الدور اللي انت بتعمله او الشخصيه هي مسؤوليتك ومسؤوليه المخرج معاك. لكن لما انت بتبقى بطل بتخش بقى في حسابات تانية وارقام. لكن خفت لا مش خفت, خفت اسوأ مرحله في حياتك طبعا دي. طبعا لان انت اول اسم بيبقى على القفيش, انت اللي بتصرف عليك الفلوس والمنتج عايز اكيد فلوسه دي لازم ترجع. رجعت الحمد لله. كسب كويس وائل؟ ما كسب وكملنا بعديها, عملنا كيجو 2, عملنا حراميه في تايلاند. فلو ما كانتش رجعت ما كناش عملنا كيجو 2. ما كنتش رحت اي حاجه خالص. لا كنت سافرت بقى اي محافظه اشتغلت بعيد عن السينما خالص. يا جماعه النهارده انا قدامي شخصيه صامته في حد ذاتها. يعني هو ده اول حوار طويل في حياه كريم عبد العزيز, لانه من الشخصيات احنا بقالنا كتير جدا نعرف بعض وسنين. يعني يمكن ما دارش بينا الحوار اللي هيدور ان شاء الله. يعني اذا ما نامش من القهوه تخافش خالص. احنا مش حاطين له حاجه في القهوه, حاطين حاجه في القهوه. لا حاطين لك حاجه كويسه يعني ممكن تبقى حاجه صح. ايه مره اتقابلنا من 9 سنين فرح السقا, فرح احمد السقا صح 8 سنين. فرح احمد السقا فعلا صور من 8 سنين وكان تاني يوم على طول فرح, وكان تاني يوم فرح محمد هنيدي الاول وبعدين فرح احمد السقا وبعدين فرح السقا. هم دول الفرحين اللي انا قعدت في الاوتيل يوميها انا وعلاء ولدي الله يرحمه, حجزنا اوضتين وقعدنا لان هتروح وتيجي ليه. ده كل المعازيم عايز اقول لك حجزوا في الاوتيل يوم, اصل الفرحين ورا بعض فهتروح ليه, خلاص تحضر الاثنين وتحضر الثلاث ولو في الاربع هحضره برضه. يا جماعه اول حوار طويل فعلا. انت ليه شخصيه صامته؟ وانا يعني انا انت قلت لي صح, انت معاك حق. ليه شخصيه صامته ما بتتكلمش كتير ليه؟ لا والله مش يعني مش فكره صمت, بس فكره هقول لك على حاجه. يعني اتكلمت قبل كده اف برامج كل حاجه لكن ما فتحناش. يعني ما اعرفش عندك ايه في الورق هنا. لا سيبك من الورق, احنا قعدتنا. لا بالعكس والله, لا قعدتنا هتجيب حاجات كتيره جدا. هتطلع حاجات, هتطلع حاجات كتير. لا لا بقى. مش صمت والله, لا بس ممكن يعني ما بحبش اظهر اعلاميا كتير بصراحه غير لما يكون ليا عمل. مش في ناس يعني في ناس بتفتكر ان انا ما بحبش مثلا اسجل او ما بعرفش اتكلم او ما بعرفش اتكلم مثلا او ما بحب او ما بحبش اعمل مواضيع صحفيه. بالعكس خالص, بس بحب لما يكون ليك عمل مثلا او ليك حاجه تقدر تتكلم عليها. انت مفتاحك السري الشمس, الهواء, الصيف, الحريه. عشان كده انا حتى اجلت الحوار معاك لغايه ما الصيف يحرر. انا قاعد بمطر قدامك ومش بعرف. ما بحب الشتاء خالص. لا والجو المغيم اللي مضبب ده الضباب يجيب لي اكتئاب. بيعمل لك ايه؟ ايه الحاله اللي عندك؟ اكتئاب يعني ما بقاش سعيد. ده ليه علاقه بايه؟ وانت رايح المدرسه وانت صغير والدنيا بتمطر طبعا طبعا وارد جدا طبعا صح. بحب يعني ممكن الحر, الشمس, الزحمه, الصيف, ارتاح نفسيا اكتر من البرد والضباب والشتاء. ولا كان مالوش علاقه ببرجك مثلا؟ انا برج الاسد. طب برج الاسد ناري. انا الحقيقه ما اعرفش قوي في الابراج, بس اعتقد ان انا تديني برج ايه؟ القوس. طيب اللي قدامك ده تدي له برج ايه؟ القوس الحمل. طب ينفع الدلو؟ انت الدلو ينفع؟ والله ينفع جدا. يمشي طبعا. معاك يعني؟ طبعا يمشي جدا. يمشي الدلو والاسد بيعملوا حوار كويس. طبعا الدلو والحمل اصدقاء جدا. يا جماعه نرجو ان شاء الله النهارده الدلو والاسد يعملوا ان شاء الله يا رب. بس ليك غضباتك الاسد برضو. انا شخص عصبي, انا عصبي جدا بصراحه, بس اتعصب وانزل بعد 5 دقايق. يعني انفعل بسرعه شديده جدا وسهل استفزازي جدا, بس بعد 5 دقايق ما شيلش. تديني مفاتيح انت عشان اعرفها عنك. عشان نتخانق. عشان نتخانق ونتصالح قبل ما نمشي. هو مين بقى اللي بيعرف ينرفزك؟ انا شايف ان قدامي شخصيه هاديه جدا. هاديه جدا يعني صعب ان هي تتشال وتتحط. لا انا عصبي جدا. عصبي. ايه اللي يقدر ينرفزك؟ الهرجله مثلا في الشغل, ان انا ابقى مش شايف مش فاهم ايه اللي بيحصل خصوصا في الشغل. وانت بتخش شغل من غير ما تكون عارف اوله ايه من اخره ايه؟ لا بس ممكن يحصل لك حاجات طارئه بقى وانت شغال, مثلا ظروف, مثلا مشكله, شيء لسه مش متفقين عليه. طول ما انا مش فاهم ما يحدث ابقى. بس انا عارف انك بتخش وانت فاهم كل حاجه, انت دقيق التفاصيل. انا دقيق التفاصيل عارف بقى. انك انت ما بتسيبش حاجه للصدفه. لا بس ساعات بيحصل حاجات غصب عنك يا استاذ. يعني ساعات ممكن ظروف ما عدا تشطيب البيوت. يعني انا داخل على حوش بيتك ان شاء الله هتلاقي داخل على حوش حاجات لطيفه, قلم رصاص ومرمي. انا في اكتوبر قلت لك انا كمان سنتين.
كمان سنتين يا جماعه كريم برضو اي حد لابس قلم رصاص في الشارع اعرفه قلم رصاص و داخل على تشطيب وجلابيه وشيشه لايق قصير كده وقاعد هعمل ايه طيب هعمل ايه كمل لي قول لي بقى ايه اللي تاني اللي بينرفزك ما احبش مش هقول لك الكذب يعني ما احبش اللي ينافقك او اللي بحبك ما بحبكش ينافقك ازاي يعني ينافقك يعني بيقول لك كلمه حلوه يعني حد معدي بيقول لك كلمه نفاق لا لا لا, لا 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 فوق دماغي من فوق لا معجبين ما احبش لا مش معجبين خالص انا بتكلم على الاصدقاء مثلا او على علاقاتك ايه بقى بحبك ما بحبكش زعلان منك مش زعلان منك لكن ابقى قاعد معاك ونقول كلام ونضحك ويا سلام واول ما امشي اقول يا نهار اسود على دي قاعده ايه اللي حصل ليه ما نقعدش من الاول وخلاص احلى يعني المجهود اللي انت هتضيعه معايا روح اعمل بيه حاجه احلى ده واضح ان في ناس كتير عملوا فيك كده كريم مش كده واضح لا في اكيد كل واحد حصل له ده في حياته بس انا ما بحبش ده يعني ملهاش لازمه ليه ده يضايقني جدا قوي ينرفزني احيانا كتيره جدا بقول ان كريم عبد العزيز النجم الذي لا يعرفه احد ليه ما نعرفش كتير عنك تحاول تعال النهارده نحاول نعرف زي ما قلت لك كده التفاصيل الصغيره قوي وندعبس في الاشياء اللي بتكون شخصيتك تمام